آخر لقاء لليوم مشاهدينا رح يكون مع أمل الزغبي، باحثة وناشطة اجتماعية وأستاذة علم اجتماع. موضوعنا رح يكون عن التعليم ولأي درجة التعلم هو وسيلة تيقدمنا بالحياة وأوقات ممكن يكون عائق. صباح الخير. صباح الخير دكتور حسن. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك أنت. بداية، قد ايه أهمية التعلم بتقدمنا بالحياة، وهل نحن هون عم نلمس هيدا الشيء بلبنان بظل يمكن ظروف كتير أشخاص متعلمين بس مش عم بيلاقوا لا فرص عمل ولا عم بيتقدموا بحياتهم، لبل بالفترة الأخيرة رجعنا كلنا لورا يعني منحس حالنا؟ بداية نظريا افترض انه الوسيلة الوحيدة لحتى نقدر نعمل حراك، يعني ننقل من طبقة لطبقة مختلفة عن طبقة أهلنا، كانت أنه نتعلم. يعني حكما إذا أنا أخذت من عند أهلي ملكيتهم، أخذت شغلهم، أنا بعدني مثلهم. بس لحتى أنقل وأعلى المستوى يلي هو المستوى الأكاديمي، المستوى الثقافي، المستوى الاقتصادي، كان عندي أكسي واحد يلي هو أني أعلي المستوى التعليمي تبعولي. مشان هيك كان يعتبر انه التعليم او المستوى التعليمي هو من الاساسات لحتى نصنف الناس بالطبقه ونعليهم ويكونوا عم بهن الجهد اللي عم بيعملوه عم ببين وعم بيثبتوا ذاتهم وعم ببينوا عن كفاءه معينه، يعني بما معناه نحن عم نكون عم نحن كل واحد منا عم بيوصل حاله محل ما هو بده. للاسف اذا بدي اقارن هيدا الشيء بالواقع وخصوصي هلا بالفتره الاخيره، وحتى اليونسكو عملت كثير دراسات عن هذا الموضوع، بلاقي انه صار حاجز، لانه رح يعزز مفهوم جديد يلي هو تفاوت، يلي هو عدم تكافؤ الفرص، لانه لا اراديا ويلي هو كثير بيقهر الاشخاص بالمجتمع عنا، انه ما قادرين يوصلوا محل ما هن بدهم لانه الوضع او الوضع الاقتصادي او وضع الانترنت او وضع مناطقهم هو يلي عم بحطهم بهذا المطرح. هون قد ايه التعليم هو كمان مؤشر ليمكن اوقات المعاش، يعني اوقات بتكوني اوفر كواليفايد بس لانه بخافوا منك تما تكوني عم تطلبي اكثر لانه معك شهادات اكثر، فكمان هون كيف بيكون حاجز قصه التعلم؟ التعلم هو رح يحدد المركز بالمجتمع، يعني بمجرد انه انت عم بتشوفي حدا عامل دكتوراه رح تعيطي له بالمجتمع عاده دكتور. هيدا الانسان مش معيار انه هو دكتور، يعني هو عم بيقبض وعم بيطلع معاش مرتفع وعم بيعيش بمستوى مرتفع بالفتره الاخيره، لانه مثل ما عم بتقولي هو اوفر كواليفايد ببعض المطارح. ليش صار دكتور؟ لسببين، اول شيء طموحه، لانه هو حكما نحن عم نعمل ايفولوشن، عم نطلع بالمستوى التعليمي، وكل جيل عم بيعلى عن الجيل اللي قبله نورمالمون لانه في طموح معين هو عم يشتغل عليه. ثانيا لانه في كثير اشخاص عم بكفوا لانه ما لقيوا شغل بس خلصوا اختصاصهم. هلا عم بيروحوا على انهم يقدموا طلبات شغل. الخيار للمؤسسة لما بيكون عندها اثنين سيفي، وحدة الطلب الشغل عم بيقدموا طلب شغل، وواحد عنده الشهادة بزيادة عليه، يعني هي المناسبة فقط، والحدا اللي عنده الشهادة الأعلى رح تختار الأقل لأنه بتعتبر أنه معاشه رح يكون بكلفة أقل. هيدا بغض النظر عن أنه نحن بمجتمع ما كتير مؤخرا، لانه بنعرف نحن حاجه سوق العمل قد ايه وقد ايه صاروا اليد العامله المطلوبه اقل من قبل، فرح يكون في توجه لاعتبار او اخذ بعين الاعتبار للراس مال الاجتماعي اللي هن هالمحيط هالسيركل المحيط بهذا الانسان، مين بيعرف مين قادر يدبر له شغل بغض النظر عن شهادته او كفاءته او او او. هون كمان بنرجع لنقطه يلي هي الغاء شيء اسمه ميريتوكراسي او قد ايه الانسان بيستحق بقلب هيدا المجتمع ولوين بيستحق يوصل. هون إذا بدنا نحكي أكثر عن فكرة التعلم، ما بقى نستوعب يعني إذا يمكن طالب قال أنا ما بدي كفي علمي، هل هالشيء إيجابي أو سلبي؟ لأنه كمان في الواحد يكفي ويمتهن مهنة عم تنقرض هلا أو بطلت موجودة، يعني إذا كل العالم بدها تروح على الجامعات وكل العالم بدها تكون عم تاخذ اختصاصات جامعية وتبعد عن المهن والمهنية، فهون قد إيه اجتماعيا نحن بنتضرر؟
بدراسات واضحة جدا بمجتمعنا اكتشف انه البرسنتج او النسبة المئوية الكتير عالية بالبطالة هي التعليم الاكاديمي المستوى العالي. ليه؟ لانه المجتمع نحن بحاجة لكتير اختصاصات مهنية مثل ما انت عم تقولي، بس للأسف لما بيروح ولد لعند اهله بيقول لهم انا بدي اعمل شيء له علاقة بالفن، او بدي اعمل شيء له علاقة مثلا اختصاص مهنة تدفئة أو تبريد أو كهرباء أو أي شيء، يعني بمجرد يجي الولد يقول لهم لأهله أنا بدي أعمل اختصاص واختصاص مهني، عم بيصير في رفض من الأهل لأنه للأسف المجتمع هو صنف، يعني عم بيصنف يعتبر أنه اللي عم بيروح مهنة بعد البروفي بعد التروازيام هو حكما حدا هيك بيفكروا علاماته واطية، مش عم بيفكروا انه هو هيدا الاختصاص اللي هو حابب يكون موجود فيه. بالمقابل صار في عندي النتيجة بالمجتمع صارت انه صار في عندي اختصاصات كتير فيها بطالة، بالمقابل كمان في عندي حاجة كتير بسوق العمل لاختصاصات المهنية يلي هي اول يعني قبل بتبلش تطلع دخل للأشخاص. نعرف الاختصاص المهني بعد يعني بمستوى الترمينال بيكون خلص البيتي ببلش يشتغل ببلش يطلع مصاري وهو بحاجة له مجتمعنا. اللي عم بيصير هو أنه عم تجي يد عاملة أجنبية لأنه كلفتها أقل، لأنه نحن شبابنا وصبايانا عم بيروحوا يتوجهوا للاختصاصات الأكاديمية لحتى ياخذوا لحتى يكونوا هن عم بيكفوا المجتمع وليس هن رغبتهم، يعني بيعتبروا حالهم أن هن بهذا المطرح أخذوا هيدي الشهادة لأنه المجتمع بيشوف أنه واو هيدي الشهادة هي واو هيدا الاختصاص هو واو، وأوقات كتير ما بتكون بتناسب لا حاجة سوق العمل ولا شخصيتهم. بدي أرجع بس لنقطة دكتور باسكال إذا بتسمحي. أكيد تفضل. يعني هي هالحاجة يلي بتفرق من منطقة لمنطقة، يعني ما في إجي أنا وهيدا دليل الاختصاصات يلي أوجدتها الجامعة اللبنانية ببعض المناطق يلي هي كلية الزراعة يلي انوجدت بالبقاع، لأنه ما بقدر إجي أقول أنه بكل المناطق بلبنان الاختصاصات هي ذاتها مطلوبة. كمان بنفس الوقت ما في يقول انه بكل مناطق بلبنان عم بيكون عندهم اكسيل للاختصاصات اللي هن بدهم اياهم، او حتى لارجع للنقطه الاساسيه اللي هي للتعليم. يعني نحن هلا بحاله الكونفينمون او القعده بهالبيت وعم نتعلم اونلاين وعم نعلم اونلاين، للاسف الشديد في عندي تفاوت مناطقي مش طبيعي، يعني ببعض المناطق حتى وصلوا لمطرح انه بعد ما عم بيتعلموا، في عندي المطارح عم بيكونوا بيفترضوا، نحن عندنا عم نفترض انه لحتى نمشي العمليه التعلميه عم نفترض انه كل ولد عنده بين ايديه شيء سمارت فون او كمبيوتر او ايباد، ونحن بنعرف تماما قد ايه كلفتهم بغض النظر عن انه بعد ما وصلت انه اذا عنده كهرباء، قبل ما اقول اذا عنده انترنت، يعني بما معناه صار عم بعزز شيء اسمه تفاوت مناطقي، عم بشيل شيء اسمه تكافؤ فرص، لانه في ناس عم بيصر لهم انهم يتعلموا، عم بيصر لهم لانه وضعهم المادي والمكان سكنهم عم بيعطيهم اكسيل لانه يصير عندهم كهرباء او انترنت، يمكن قادرين بعضهم اهلهم يدفعوا اشتراك كهرباء، اشتراك موتور اذا ما في كهرباء، قادرين يامنوا انترنت لكذا حدا بالبيت، قادرين يامنوا لهم التابلت قدامهم او التليفون او الكمبيوتر، لانه نحن بنعرف اذا كان البي بالبيت وعنده 5 اولاد وهو بس عنده تليفون لأن أولاده صغار، يمكن نحن ما كنا نسمح أن أولادنا يكون معهم تليفون، ما في يوزع التليفون على 5 يكونوا عم يتعلموا بنفس الوقت بنفس البيت، فرح يكون الولد هو معه وبين حاله يلي هو عم بجرب قد ما فيه أنه هو يثبت للمجتمع اللي هو موجود فيه أنه هو شاطر وأنه هو بده يتعلم وبحاجة للتعليم واكتساب المعلومات. في حاجز قدامه كتير كبير يلي هو حاجز تكنولوجي، ما عنده ما عم توصل له المعلومة مقارنة مع غيره اللي عم توصل له المعلومة، غيره عم يقدر يوصل، عم يقدر يكفي بشكل شبه طبيعي، بينما هو ما عم يوصل له شيء، يعني هو أكيد معزول، أنا بدي أحط بين مزدوجين أكيد، معزول عن المعلومة اللي هو بده إياها، يلي هو عنده شغف إنه ياخذها، لأنه بسبب الوضع الاقتصادي اللي نحن موجودين فيه. أمل، هون من هيدي النقطة قد ايه مهم التوجيه عنا بلبنان وقد ايه عنا تأخر فيه، وبذات الوقت قد ايه لازم نقوم بأبحاث يعني ستاديز أو ستاتستكس حتى تكون عنا حتى نعرف نحن السوق اللبناني لشو بحاجة، شو الاختصاصات يلي رح ترجع بالمستقبل تكون عم بتصرف شغل، قد ايه هيدي النقاط أساسية بالنسبة لأولادنا هلأ؟ هيدي النقاط
عم ينشغل عليها، عم ينشغل من الجامعات الخاصة، عم يشتغل عليها من المعاهد، عم يشتغل يعني عم ينشغل ينعرف شو حاجة سوق العمل. مشان هيك لما بيروح التلميذ لحتى يقدم طلب بجامعة معينة بيقولوا له إنه في ليست معينة بدنا 100 أو بدنا 50، هيدي حاجة سوق العمل، مش يجي إنه أنا إذا ما صار لي إني روح هون بتسجل هون بس لحتى أنا مصر إني أعمل هذا الاختصاص. بس المشكلة مش هون، المشكلة بدنا نشتغل على توعية ذهنية الأهل لحتى نوجه، لحتى نقول لهم إنه تفهموا إنه أولادكم يعني أنا قبل ما أعمل دورة التعليم أونلاين، لأنه نحن حتى بالجامعات بالمهنيات كله عم بياخد أونلاين هلا، أنا بدي أحضر الأهل لحتى هن يكونوا قادرين يساعدوا أولادهم. يعني أنا اليوم لما بدي أقول للأهل أنت وجه ابنك على هذا الاختصاص، بده يقول لي لا أنا بدي يكون حكيم أو بدي يكون مهندس أو بدي يكون محامي لحتى يكون عنده تيتر بالمجتمع. كمان بنفس الوقت أنا بدي أرجع اشتغل على الأهل أكثر، بدي اشتغل على الأهل ليكونوا مرفقين أولادهم ليفهموا إنه هذا الولد أنا في ريكوردينج ممكن ينزل بعد شوي فيه شوفه، إذا ما لحق مع إخواته يكون موجود بدي أمشي معه. يعني في أنا بالنسبة لإلي الشغل هو على الأهل بهذه المرحلة، ويا ريت بتمنى وسائل الإعلام يبلشوا يضووا على موضوع توعية الأهل بهذا الموضوع. يعني يا ريت ينعمل بروجرامات على وسائل الإعلام يقولوا للأهل أنتوا لازم تعملوا كذا، لازم تكونوا حد أولادكم هنا عم يتعلموا، لازم تعطوا وقت قبل الظهر تعطون برايفسي معينة، يكونوا لو كان يعني معلش الأم ما تكون عم بتضج، ما تكون عم بتعيط صرخ بالبيت هي أولادها عم بيتعلموا. يعني الولد أنا بدي حطه ببول معينة ليقدر، أنا عم شغله رأسه هيدا الولد، انا عم بطلب منه كونسنتراسيون تركيز من ذهني مش طبيعي بالوقت اللي هو بقلب الكونتكست او بقلب الحاله اللي هو موجود فيها بالبيت، ما طلعته من البيت انا خليته بالبيت وعم بطلب منه يعمل التركيز. فهون المسؤوليه انا بالنسبه لي للمجتمع بشكل عام للاهل كمان لحتى يقدروا يكونوا هن سبورت لاولادهم بالبيت هن عم بيتعلموا اونلاين، او اذا ما عم بيقدروا ياخذوا المعلومه اونلاين يتواصلوا مع ادارات المدارس يقولوا لهم نحن بحاجة، نحن كذا، نحن بدنا نكون موجودين، يمكن يكون في حل ما بعرف بمكان ما لهذا الموضوع، يمكن لازم إذا ما بدي حمل وزارة التربية أكثر، بس في جمعيات قبل ما تأمن المبالغة بتأمين الأكل ببعض المناطق خليني أمنوا لهم هالتكنولوجيا ليقدروا يفتحوا يعطوا مطار يعطوا أو كهرباء أو إنترنت. يعني ما بدي أحرمه من انه يكون متساوي مع غيره بكل شيء بفرص العمل او بالتعليم هو صغير او بالتعليم بس يكبر، لانه ما عنده، لانه هو فقير. هلا في صار مش بس فرق بقلب بلد واحد مثل عنا بلبنان بهذا الموضوع، صار في تصنيف للبلدان دكتور باسكال، يعني صار في عندي بلدان ما بقى عم بيعلى فيها حتى المستوى التعليمي اللي هو معيار من معايير تقدم هول البلدان. ليه؟ لانه هن بالنسبه لهم عاملين بلوك ما قادرين يستعملوا التكنولوجيا بالوقت اللي غيرهم ماشيين بشكل طبيعي. اخر سؤال رح اسالك اياه هو عن التعلم اونلاين، هل هو بالمستقبل يعني في انتقادات كثير له انه الطالب فيه اكيد ينقل اكثر، في يكون مش عم ياخذ المعلومه مثل ما لازم، هل فينا نقول اجتماعيا نحن رح نقدم على يمكن تلاميذ او جيل جديد اقل ثقافه واقل علما؟ أنا ما فينا ننكر أن التعليم أونلاين فات بقلب تركيبة المجتمع، وأكيد هو رح يكون واحد من القصص يلي رح تعمل تغير بقلب هذا المجتمع شئنا أم أبينا. تم دمجه، يعني دمج بقلب التعليم ويجب الاستفادة منه. هلأ قد ايه التلميذ ما راح يكون مثقف، هيدا بده ينشغل على كمية المعلومات اللي عم تنعطى، على أنسنة التعليم اونلاين. يعني اليوم ما فيني دلني انا عم بعلم اونلاين ومعتبر حالي اذا انا معلمة انا عم بعلم بس من عني، ما في ما انسن علاقتي مع تلميذي، ما في دلني بلوكي على هذا الاكران اللي قدامه بس عم بعطيه بس هاي المعلومه يلي هي مكتوبه قدامه واكتبها وعمل هذا الدفوار. حتى التقييم انا برايي رح يروح بطريقه مختلفه، يعني ما بقى فيني اوصل لمطرح له غمض عيونك تما تنقل بدي اسمع لك، رح يكون التقييم مختلف تماما لانه بده ياخذ بعين الاعتبار
الهدف الاساسي للتعليم، يعني نحن ما بدنا ننسى انه نحن هدفنا انه نحن نعمل مواطنين. هالمواطن مش بس انه انا اعطيه ال A plus A equal 2 او اعطيه المعلومه بس يلي هي بالكتاب، انا بدي طلعه، بدي اخلق علاقه اجتماعيه لو كانت من وراء الاكرام. اكيد عنده ايجابيات كثير رح يكون، يعني انا اذا كنت مريضه وانا من فتره كنت عامله كورونا قدرت كفيت اني اعلمه التلاميذ، ما في مشكله اني اكفي اعلمهم. اذا كنت ما عندي ثلج مثلا منطقتي مسكره الطريق، فيي يفتحوا اللابتوب بالصف وكفي اني كفي هالتواصل اللي موجود بيناتهم. بدنا نستفيد من ايجابياته كلها، اكيد ما بدنا نلغي العلاقه الانسانيه، ما بدنا نلغي الثقافه، ما بدنا نلغي انه التلميذ كمان له دور، ما بدي اعمل له ميوت وسكر له وقول له انت بس عم تسمعني شو عم بحكي، هو كمان له دور بالعمليه التعلميه كلها سوا. هيدا كله رح يؤدي لتغير، تغير قيمي، تغير بثقافه المجتمع. بس بهمني قبل كل هيدا انه انا اوصل لبعض المناطق، في مناطق بدي اوصل المعلومه، في ناس بعد ما عم بيتعلموا اونلاين، يعني هودي الناس محرومين، انا بعتبر بالنسبه لإلي هودي انحرموا من انهم يكونوا متوازيين او متساويين مع غيرهم يلي ما عم توصلهم المعلومه يلي هي غيرهم عم ياخذوها لانه عندهم بادجت شوي اعلى. يعني بركي يكون تشتغل البلديات على انها تامن الانترنت فور فري بهالمناطق او تعمل صالات معينه لحتى ينجمعوا الاولاد فيها، يعني في حلول معينه، في جهات فيها تتدخل وتعمل تلاقي حلول لحتى نخلي نرجع نعمل تكافؤ الفرص ونامن الميريتوكراسي، لانه هو بالاخر انا بعد شهرين او ثلاثه او اربعه او سنه رح اخلص من حاله كورونا، رح اوصل لنتيجه معينه، ما بدي تكون النتيجه سلبيه، بدي يكونوا الناس كلهم عم بيقدموا نفس الفحص بالاخر، عم يوصلوا لنفس المطرح بتكافؤ فوق فرص بيناتهم. ميرسي كثير امل على المعلومات وعلى وقتك اللي اعطيتينا اياه، بنشوفك الاسبوع الجاي. ثانك يو. مشاهدينا لهون بنوصل لختام برنامج يوم جديد، بكره بتمام 8:30 بنرجع اكيد مع مواضيع عديده ولقاءات عديده رح تكون معكم ماي، واكيد ضمن يوم جديد. انا بقول باي باي وبون ويك اند.